بلد بالعالم عنده سيارة مخصصة للشرطة. كنهم يستعملوا سيارة سيفيليان عادية SUV ويدخلوا عليها التكنولوجيز اللي عم بيعوزها من عدة سبلايرز، بيكون تقريبا 50 سبلاير أوقات. بنفس الوقت بتكون سيارة ما فيها شيء سبيشل، بالعكس سيارة عادية مميز، ما في شيء مميزها. هذا اليوم فتنا بهالمشروع هيدا لأنه شفنا في طلب بهالمجال هاي. مميزها هي تقنياتها الفريدة من نوعها، منها الكاميرات اللي بيحول السيارة كلها بقلب امبدد بقلبها، لايتات البوليس اللي بيشوف فيها بقلب الديزاين فاتين بقلب السقف، ال 360 كاميرا بتطلع وبتنزل بقلب تاور طولها متر ونص تقريبا، درون بيطلع من السقف بيطير بيعمل سكاوتينج سكانينج للمنطقة بيجرب كل الداخل تبعها، ال ANPR كاميراز، الفيشر ريكوجنيشن كاميراز، كل التكنولوجي اللي الشركة بتعوزها موجودة بقلبها. من الداخل بيميزها كمان تقنيات عديدة، منها الشاشات الامبدد بالديزاين كمان، عندك 8 شاشات بقلب السيارة فاتين بالداش، عندك الدرايفر بيهيفير كاميرا بتشوف كمان الرياكشن تبع السائق ان كيس تعبان، ان كيس خايف، ان كيس ما كان لازم يقودها للسيارة بتوقف السيارة كومبليتلي. في عندك بقلبها كمان الويبن هولدرز، عندك بقلبها كل الاشياء اللي بيعوزها الشرطة تفيد بالديزاين تبعها.